من العنف الذي أخذ يهدد كثيراً الاستقرار الاجتماعي بل النفسي والمعيش والاقتصادي، العنف العشائري. نلاحظ في بعض العشائر أخذ منطق اللجوء إلى العنف والتقاتل وأيضاً الاعتداء على الآخرين وإصدار الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان والمنافية للأحكام الشرعية ومقتضى الانتماء لهذا الوطن وحقوق المواطنة ومقتضى الأخلاق الحميدة التي اتصفت بها العشائر الأصيلة، أصبح هناك الذي يسود. والمشكلة هنا، لاحظوا إخواني كما بينا، تارة ممارسة على مستوى أفراد، تارة ممارسة على مستوى ظاهرة مجتمعية تمارس لدى الكثير، من جملتها العنف العشائري، لاختلاف بسيط ونزاع بسيط ومشكلة بسيطة يحصل تقاتل بين هذه العشيرة والعشيرة الأخرى، ويذهب ضحيتها 10، 20، 30 من المواطنين حتى لو كانوا من أبناء العشيرتين المتقاتلتين لأمر بسيط وأمر تافه وسبب تافه ومشكلة بسيطة، تجاوز حصل من بعض أبناء هذه العشيرة على عشيرة أخرى، يحصل تقاتل ويذهب ضحيته كثير من المواطنين. ثم هناك الأساليب الأخرى التي هي الآن معروفة، الجلوة، هذه من أساليب العنف أيضاً، حينما نجد أن عشيرة معينة تصدر حكماً بإجلاء مجموعة من العوائل عن منطقة سكناها وأرضها إلى منطقة أخرى. أصلاً هذا ما موجود في الأحكام الإسلامية والدينية ولا العرفية ولا الأخلاقية أبداً. كثير من المواطنين يأتون ويشتكون ويقولون فرضت علينا العشيرة الكذا أن تجلوا عن بيوتكم 7 سنين 10 سنين أنتم وعوائلكم. يأتي الشيخ عشيرة ويفرض هذا الرأي على هؤلاء المواطنين والعوائل، عدة عوائل يفرض على حكم الجلاء عن أرضها ومحل عملها وسكناها الذي ولدت فيه ونشأت فيه وترعرعت فيه، اجلوا عن هذه المنطقة إلى مدينة أخرى. ثم النهوة أيضاً، يمنعون زواج امرأة، وبعض النساء بقوا إلى عمر 30 و40 سنة بدون زواج، وبعضهم من أبناء شخصيات محترمة لأن هناك نهوة عليهم، لون من ألوان العنف، لون من ألوان الظلم والتعدي على حدود الله تعالى. هذا في الواقع يتنافى مع تعاليم الشرعية ومقتضى الانتماء لهذا البلد ومقتضى الأخلاق التي عليها العشائر العراقية الأصيلة، وقد انتشرت خصوصاً في بعض مناطق الوسط والجنوب. يؤتى إلى بيت هذا مطلوب دم، البيت لا يستطيع أن يسكن فيه، لا يستطيع أن يبيعه، لا يستطيع أن يفعل فيه أي شيء، حكم ليس في الشرع وليس من مقتضى الأخلاق والانتماء لهذا الوطن. هذه ألوان العنف التي بدأت تسود. لذلك من هنا نجدد دعوتنا السابقة للعشائر العراقية بالكف التام، طبعاً بعض العشائر، بالكف التام عن جميع الممارسات المخالفة للتعاليم الشرعية والأخلاقية والوطنية والتي انتشرت في الفترة الأخيرة، وهي تمثل ظلماً فاحشاً لكثير من الأبرياء وتعدٍ على حدود الله تعالى. ونقول الله الله في حفظ حرمات المواطنين وحقوقهم وعدم التعدي عليهم بغير حق. يبقى العلاج حقيقة، نحتاج إلى أنه هذه ظواهر العنف التي ذكرناها من العنف الاجتماعي، عنف السياسي، عنف الأسري، العنف في وسائل الدعوة والتبليغ، العنف في الخطاب في المخاطبة والحوار والكلام، والعنف العشائري، هذا له لابد أن يكون هناك له علاج، ولابد أن تكون هناك اهتمام واعتناء بهذه الوسائل التي تعالج مثل هذه الظاهرة المجتمعية. قلنا أنه حينما تتحول هذه السلوكيات إلى ظاهرة مجتمعية حينئذ تشكل خطورة على السلم الاجتماعي.